معارك كر وفر تشهدها حلب وريفها بين الجيش الحر وقوات النظام مدعوما بميليشيا حزب الله. أعلن الثوار على إثرها تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الأسد في حلب المدينة. الجيش الحر أعلن أنه قصف مبنى العظم في اللواء 80 بمدافع الهاون، وتحدث عن وقوع إصابات في صفوف جيش الأسد وميليشيا حزب الله المتمركزة هناك، قبل أن يؤكد سيطرته على طريق الإمداد بين اللواء ومبنى المواصلات. اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات النظام في حي بستان الباشا الحلبي. قال الجيش الحر إنه تمكن خلالها من طمس عنصرين من قوات الأسد، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مشفى ميسلون وبناية البابلي، وكذلك مشفى الكندي الذي يشهد معارك لليوم الثاني على التوالي. أما في ريف حلب الشرقي فأمطرت قوات النظام قرية الصفا والقرى المحيطة بها بالبراميل المتفجرة، وكذلك على منطقة المزارع الواقعة شمال المحطة الحرارية. عمر النشوان، العربية.